السلام عليكم يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ اشخواكم؟ مساكم طيبين، معاكم بدر، جينا لكم مقطع جديد، حياكم الله جميعا. طبعا زي ما قلت لكم راح اشارك باذن الله بطولة الـ ITF جونيورز اللي هي ستقام في الاردن، فباذن الله المستوى حيكون ممتاز باذن الله. فعلى طول ما نكثر الكلام يلا على المطار على طول. Artlist.io. طيب يا جماعة هذه هي الغرفة زي ما انتم شايفين، غرفة صغيرة حقت اسبوع كذا تقريبا، زي ما انتم شايفين السرير الكلوزيت، غرفة صغيرة هنا الحمام الله يكرمكم، لا غرفة ممتازة. طيب يا جماعة الخير اليوم يوم الثاني وأيضا يوم الكواليز اللي حلعب فيه بإذن الله، فحتكون مباراة الساعة 9 الصباح بإذن الله، وإن شاء الله حتكون مباراة الأولى في الكواليز، وبإذن الله بإذن الله إن شاء الله تكون أول فوز بإذن الله. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music licensing reimagined. طيب يا جماعة، زي ما شفتوا المباراة الثانية للأسف خسرت 6-1-7-6 في مباراة ثانية في الكواليز. الحمد لله على كل حال، إن شاء الله بإذن الله الجايات أقدم نتائج أفضل وأفضل بإذن الله. إن شاء الله حتى قادما بإذن الله أنا حلعب بطولات ITF أنا مسجل فيها كثير، بإذن الله أقدر أدخل فيها وبإذن الله أقدم فيها نتائج مرضية بإذن الله. أوفرول صراحة الحمد لله حسيت أن المستوى كان مقبول الحمد لله في الـ first match والـ second match. الحمد لله both matches يعني سويت اللي علي، لعبت 100%، لكن طبعا في الـ second match اللي ضدي كان أفضل واستحق الفوز، لكن إن شاء الله بإذن الله الجايات يكون أفضل بإذن الله.